السلام عليكم. باسمي أنا شادي مدير المعرض وباسم الصالون الأزرق بنعيدكم بحلول شهر رمضان المبارك. عاده الله علينا وعلى الجميع بالخير والبركات. متمنى للجميع بإذن الله تعالى صيام مقبول وذنب مغفور. ندعيكم للزيارة وللاطلاع على أحدث التشكيلات الخاصة بالشهر الفضيل وبالعيد. وأهلا وسهلا بالجميع. السلام عليكم، معكم رباح من الصالون الأزرق. كل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عوادة. شرفونا في الصالون الأزرق بأفضل تشكيلة من الأثواب والقماش المميز في شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم، معكم زينب مسؤولة قسم الأكسسوارات في الصالون الأزرق. حبيت أعايدكم بحلول الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.